السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتما يتفاعلوا معنا الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات باش نبدأ معكم هذا المباشر اللي غادي يكون مباشر مختصر، وكنعتذروا إلى جاكم الصوت ديالنا مغير لأننا كاين واحد نزلة برد، ولكن بما أن المواضيع كتجي هي الرأسها مش احنا كنقلبوا على المواضيع. المواضيع تأتي حسب الزمان والمكان، بما أن الحكومة ديالنا المحترمة، شكرا سي عبد السلام مرحبا، بما أن الحكومة المحترمة ديالنا عندها المشاكل بزاف، إذا غيكونوا المواضيع بزاف. والحمد لله لا كومبيتونت والتجربة ديالنا المتواضعة نحاولوا نستغلوها في تحليل بعض المواضيع التي تهم المواطن، مواضيع اللي غادي كنحاولوا نفسروها دائما. الشعار ديالنا ان ليس لنا مشكل مع اي حزب ولا اي هيئه ولا اي نقابه ولا اي شخص. عندما نتكلم عن الحكومه راحنا كنتكلموا على مجموعه ديال الاحزاب ومجموعه ديال ديال ديال, 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 ديال الناس اللي هما بعضياتهم دايرين تشكيله حكوميه، لان ما كنخصوش حزب وكنقصيو حزب، ولا دائما نتكلم في مواضيع اللي كنشوفوا انها مواضيع مهمه. الاخوان السي عبد الحي الازامي، الاخوان ريتهم يطلعوا يتفاعلوا معنا الاخوان، وبغينا الله يجزيكم بخير. دائما قبل ان نبدا اي مباشر بغينا نشوفوا واش الصوت مسموع باش نبداو معكم دائما المباشر اللي غادي يكون ان شاء الله شاخد مواضيع هي مهمه. ودائما نحاول ان نتكلم عن الناس اللي كبار بزاف، ان احنا الحمد لله دخلنا الرجاء. واش الصوت مزيان؟ شوف عافاك واش الصوت دخلنا العالم الاحتراف، الاحتراف وانك كتعرف مالك. الله يشافي، الصوت مسموع عندما تتكلم تعلم مالك وما عليك. تنتقد باسلوب حضاري لبق، كتكلم كتوجه الخطاب ديالك للمسؤولون اللي كيتقاضوا الاجور من الضرائب ديال المواطنين. دائما تتكلم بدون تصفيه حسابات او تتكلم على واحد الشخص ولا هيئه ولا حزب، وكيكون عندك حسابات. ليس لنا مشكل مع اي شخص الا اللي بغى اي حزب ولا اي شخص الا اللي بغى يدير معنا المشكل مرحبا به. المهم نتكلم باختصار شديد اليوم الإخوان والأخوات المحترمون. اليوم أنا أتصفح الفيسبوك، اللي دخل يبارطاجي اللي يجزيكم بخير باش يطلع اللايف. أنا أتصفح الفيسبوك، شفت واحد القضية، واحد القضية أبهرت لي، دوخات لي وأدهشتني. شفت على أن المجلس ديال المستشارين المحترم في القاعة ديال 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 المحاضرات كان اليوم واحد لقاء على العنف ضد المرأة. كنظن أن هذا اليوم العالمي ولا اليوم الوطني للعنف ضد المرأة داز، ولكن اليوم مجلس المستشارين كان حاضر السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس حقوق الإنسان وممثل وزيرة، وكانت حاضرة كذلك وزيرة التضامن، وكان حاضر ممثل الأمم المتحدة بمدينة الرباط. بطبيعة الحال المجتمع المدني اللي تابع الأحزاب، وراكم عارفين كل واحد كيجيب الناس ديالو، هذا لا يهمنا، احنا ماشي شغلنا احنا، اللي كيهمنا هي المصلحة وقول كلمة حق. السؤال اللي طاح لي في دماغي وبغيت نشرحه لكم وبغيت نتقاسمو معاكم، هاد الاجتماع اللي كان في قلب القبة ديال البرنامج، واش هاد العنف ضد المرأة، واش كتهضرو غير على العنف اللفظي ولا العنف المعنوي ولا العنف بصفة عامة ولا. وبغيت نقول لكم ان واش مجلس المستشارين اضحى مقر لجمعية باش كتناقشو هاد المواضيع، لان مجلسكم الموقر هو كاين من اجل سن القوانين والدفاع عن المغاربه
ومحاولة أن لا شاف شي حاجة ماشي هي هذيك، هو اللي كيكون المنقذ في جيش النواب وجيش المستشارين. ما بغيناش أن في جيش المستشارين يولي داك القاعة المحاضرات هي تابعة للجمعيات المحزبة ولا الجمعيات لذا أتساءل، بما أنك السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، أنتم جوج أفراد تابعين لجوج أحزاب مشكلة للحكومة، بغيناكم تهضروا لنا مع الحكومة ديال السي عزيز أخنوش اللي كيترأسوها وزراء من الأحزاب ديالكم، أنه نقص علينا من العنف اللي كيمارسوا على المغاربة، العنف اللي كيمارسوا على المغاربة، العنف النفسي والعنف اللفظي والعنف المادي والعنف المعنوي والعنف بجميع أشكاله وألوانه. السؤال، بما أنكم درتوا هذا اللقاء وكتشاوروا، هل تساءلتم عن العنف النفسي اللي سبوا القرار ديال الوزير بن موسى على الأمهات وعلى الشابات اللي معدين 30 سنة، الطالبات والموجزات و مجازين الطلبة؟ غير كنهضر غير على النساء دابا، الرجال هنا ما نهضروش عليهم، كنهضروا غير على النساء، بما أن البرنامج واليوم كان الخطاب ديالكم على العنف ضد المرأة، ألم تتساءلوا عن العنف النفسي اللي سباته الحكومة اللي كتكون منها الأحزاب ديالكم بجوج، ووجهوا الخطاب لرئيس مجلس المستشارين السي النعمة ميارة ورئيس مجلس النواب السيد الطالبي العالمي، ألم تتساءلون عن العنف الذي سببته حكومتكم وأحزابكم وسياستكم البائسة؟ ما تسألتوش كيفاش كانت الأمهات كتحس اليوم اللي قطعتو وقرجتو وقلتو أن فوق 30 سنة ما يمكنش للشابات الطالبات الموجزين على أنهم يدوزوا، لا يدوزوا مباراة وتوظفوا. ما تسألتوش كيفاش هاد العنف النفسي، كيفاش هي الحالة ديال الأمهات ديال داك الشابات ولا داك الشابات اللي تاهما معنفات؟ لم تتساءلوا عن العنف الذي سببته حكومتكم، وأنتم جوج ديال الأحزاب مشكلين لها، حزب الاستقلال وحزب الأحرار، واليوم في اجتماعكم بقاعة المحاضرات والشفوي وحضرتوا المسؤول عن الأمم المتحدة لتوهموه أننا بلد ديال الحقوق وبلد المرأة وبلد المرقة، وأننا كنعطيو الحقوق، أننا كنهضروا على التعنيف. التعنيف هو التعنيف اللي مسبه الحكومة ديالكم نتوما بالرئاسة ديال الأحزاب ديالكم المشكلة للحكومة الثلاث. التعنيف هو عدم الإنصات للشعب المغربي. التعنيف هو هاد الحالة اللي وصلتم لها وما كملتوش حتى 100 يوم، والصغير والكبير والعجزة والكبير والشيبانيين والشيبانيات، كل شيء كيحس بالتعنيف وكيحس بالحقرة وكيحس بالشمتة من هاد الحكومة ديالكم. تتباهون باجتماعات وكيكونوا معكم الجمعيات التابعة لأحزابكم التي تصف الجمعيات المحزبة، وحضروا البرلمانيين والبرلمانيات، هذا لا يهمنا وما عندناش علاقة به. أنا أتكلم بصفة عامة، أتكلم عن العنف اللي سباته الحكومة ديالكم، واليوم نتوما دايرين اجتماع في البرلمان في القاعة المحاضرة تتكلمون عن العنف. ألم تستحيوا؟ ما حشمتوا؟ ما استحييتوا؟ ما عراقيتوا؟ ما قلتوش أليس فيكم رجل أو امرأة تقول عيب وعار على هذا العنف اللي كنسبوه للمغاربه؟ العنف اللفظي راه حنا كلينا وشربنا عليه، العنف المادي بنادم ما كيسيب ما ياكل المراه العنف في الشركات كيخدموا العيالات من 7 الصباح حتى 10 الليل ما كتشوفوهمش، العنف كيخدموا العيالات بدون حقوق وبدون CCS الضمان الاجتماعي، بدون حقوق. العنف اللي كيمشيو دابا العيالات ديالنا حنا المغاربه يمشيو يخدموا في زبانيا في الحقول ديال الفريز، لكن عرفوهم المعاناة اللي كيدوزو
والتحرش، ما كتهضروش على التحرش اللي كيتحرشوا بهم الاسبان. ما شفتوش شي حل ان واحد العدد كبير ديال النساء اللي كتهضروا نتوما على اللفظ كتهضروا على العنف اللفظي، ما حشمتوش، كتستحمار كتستحمرونا كتستغفلوا المغاربه، ما مرقتو ما حشمتو، دايرين واحد المجموعه وجايبين ممثل ديال الامم المتحده بمدينه الرباط وزيره التضامن وزيره كذا ورئيس البرلمان ورئيس المستشارين والبرلمانيات، وجايين تكذبوا علينا في البرلمان وتهضروا على العنف. ما كتهضروش على العنف اللي كيتمارس على هاد النساء اللي غيمشيو دابا لصومالية خدموا، توفروا لهم، تشوفوا انكم توفروا لهم الظروف فين يشتغلوا، اللي كتسمح في ولادها، اللي كتسمح في راجلها، كاين اللي كيرجع، كاين اللي ما كيرجعش، كاين اللي كيمشي يخرج الطريق، وكاين اللي كيهديه الله ويرجع. العنف كيتمارس عليهم بجميع الاشكال. واليوم انتم مجموعون في مجلس المستشارين في القاعات البرلمان تتكلمون عن العنف. العنف هو العنف هو اللي كتمارسوا علينا الحكومه اللي انتم فيها. الاقل دابا انتم السيد رئيس مجلس المستشارين والسيد رئيس مجلس النواب، على الاقل لا حشمو، ما تستحمروش المغاربه. راه الدري الصغير فيه 7 سنين. شكرا تحياتي استاذ، شكرا شكرا سي مصطفى، سي شكرا اميرات، شكرا. الدري الصغير فيه 7 سنين، عاقب هاد التمثيليه الهزيله وهاد المسرحيه اللي كديروها علينا. وليتو تاخذوا الدور ديال الجمعيات والدور ديال المستشارين ومجلس النواب وجمعتوا كل شيء وكتقلبوا على الجمعيات التابعه لكم والتنظيمات الحزبيه التابعه لكم، وانتم درتوا كثار بحزب العداله والتنميه. حزب العداله كنا كنقولوا كيدير وكيتواطأ مع ذاك الملتحون، مع احترامي للشرفاء منهم، واصدقتوا انتم كثار. الجمعيات التابعه الحزبيه والمتابعه للمنظمات ديال اليونسكو ديالكم، ديال الاحزاب ديالكم والجمعيات، المجتمع المدني اللي راضين عليه اللي كيصفق لكم، وتجمعتو في القاعه ديال المحاضرات ديال مجلس المستشارين بدون حياء ولا حشمه. الم تتساءلون شي واحد فيكم شي راجل ينوض ويا السبعه ولا شي مراه ويقول واش حنا ما غنبقاوش، واش حنا ما غنحشموش كنستحمروا المغاربه؟ أتستحمرون المغاربه؟ كتستحمروا المغاربه بالمواضيع البائسه والبهله والباسله ديالكم. العنف ضد المراه، العنف كتمارسوا حكومتكم على الشعب المغربي كامل بجميع الاطياف، بالراجل بالمراه بالولد العنف مارسوا علينا بعض البرلمان اللي دابا راهم دابا وزراء وكتبوا علينا باسم النضال وباسم تخرج العينين. وهانتوما دابا احزاب شاده فما ساكته واحزاب كتهضر، ودايرين علينا نتوما التمثيليه بثلاثه بكم. ما حشمتوش كاع، ما حشمتو، ما قلتو هذا الشعب المغربي رحنا باركين عليه، رحنا كنمارسو عليه العنف. والو، ما كاينش فيكم شي واحد اللي يحشم. ديري اجتماع في القاعات المحاضرات وحاضر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، على حسب الصور اللي شفنا في الفيسبوك ديال واحد الاخت واحد البرلمانيه، وعلى حسب الاستنتاج وممثل على الامم المتحده. بغيت قالكم غير تجيبوا شي عود في الكونغرس حتى هو تجيبوه تكذبوا عليه. العنف يمارس على المغاربه من طرف احزابكم، العنف اللفظي والعنف المادي، فقرتوا المغاربه وكذبتوا على المغاربه وتملصتوا من المسؤوليات ديالكم. وميات يوم هي غدوز ما درتو حتى حاجه، كنتسناو شي وزير يخرج يعاوننا، كيقول لك انا مع الحكومه ضد الشعب، كيخرج الوزير الاخر كيقول لك التحالف سوف يستمر، غنبركو على هاد المغاربه وغيبركو عليهم. ولكن الله يجازيكم بخير، خليكم في اختصاصكم. مجلس المستشارين من اجل القوانين ومناقشتها، مناقشه الحكومه والسياسه ديال الحكومه، ماشي تردوه جمعيه هو. بداو تعيطوا لذاك الجمعيات ديال ما تقيش بنتي وما تقيش ولدي والمؤلفات وديال اللي كي على الاغتصاب
وجمعوا وخذوا داك الاختصاص نتوما ديال الجمعيات وديوه، وخليوا هاد الجمعيات ما كيديروا حتى حاجه. انا استغرب، انا استغرب واش ما حشمتوش باستغفالنا. شكرا سي ادريس مبروكي، البارطاج اللي دخل معنا يبارطاج لازم. هادو مواضيع اللي مهمه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين يستحضرون المغاربه وفي لقاء عنوانه العنف ضد المراه. واش المراه ولا المرقه ولا ما فهمناش حنا كيفاش العنف ضد المراه؟ واش العنف اللفظي؟ واش العنف اللي كتمارسو الحكومه ديالكم؟ واش العنف اللي كيتمارس علينا باسم حزامكم نتوما بجوج؟ اي نوع من العنف، اي نوع من العنف. دابا المغاربه ولاو دابا وليتو كتستحمروهم كتستبلدوهم، والمغاربه دابا كتظنون اننا عندنا الكرون، واقيلا دايرين الكرون ولا دايرين الجلطيطات ولا. انا راه حنا نفهموا في اي في كل المواضيع وكنعرفوا ما وراء السطور. اجتماع المجلس المستشاري في القاعه ديال المحاضرات للعنف ضد المراه. ايوا مابقاش الدور ديالكم نتوما القوانين وسن القوانين ودوزوا القوانين اللي كتجيكم، ولا الدور ديالكم وليتو جمعويين ولا البرلمانيين ولاو جمعويين، وجيبوا المجتمع المدني اللي تابع لكم واللي تابع للاحزاب. علاش ما حضرتوش المجتمع المدني اللي تابع للعداله والتنميه؟ حضرتو غير اللي تابع للاحرار والاستقلال. علاش ما عيطتوش المجتمع المدني اللي تابع للاتحاد الاشتراكي اللي تابع لحزب الكود؟ صافي اللي طلع كيقسم الكعكه. كنا كنقولوا العداله والتنميه تتواطأ، صدقتوا نتوما كثار من العداله والتنميه. كنا كننتظروا ان اللي خرج سي بن موسى ومارس العنف على النساء المجازين والمعطلين والاساتذه المتعاقدين وفرض واحد القانون ديال 30 سنه، هذا ماشي لف، هذا ماشي تعنيف؟ أليس هذا تعنيف السيد رئيس مجلس النواب ومجلس الحكومة اللي فيكم غير الشفاوي وبلا بلا؟ خليو دابا اللي قلتي انت السي الطالبي وطلعتي دابا، خلينا من داك الخاوي والشفاوي والمصطلحات. كذلك السيد رئيس مجلس المستشارين انت دابا النقابة ما بقيتيش بها، هضر معنا بالبلبوس، لا يبقاو شي يزطبوك لهاد اللقاءات الفارغة من المحتوى. تتكلمون عن العنف ضد المرأة والعنف اللي سبات الحكومة ديالكم والأحزاب ديالكم وانتوما كمسؤولين على المغاربة، والعنف اللي كتحس به المرأة دابا، الأم اللي عندها شي بنت معدية 30 سنة كتحسوش بها كي كتحس العنف، اللي أنكم قبضتوا واحد المجموعة ديال الشابات وعدمتوهم. عدمتوهم، ما توظفوش فوق 30 عام، عدمتيه عدمتيه وما تخليهش يخرج له. هاد العام غادي يمشيو يخدموا في الفريز، مشيو عند سيادكم الاسبان اللي كيعطيو الحقوق للمواطن. انتوما صافي تجمعتوا كاملين، كنتسناو شي وزير يخرج يقول لنا رانا معاكم والضامن معاكم المغاربه. كلش كيقول لك انا مع رئيس الحكومه اخرج. اسيدي صافي، لا اللي موج الناس ولا اللي ما موج الناس. فاليوم انا استغرب واستعجب وغنحاولش نطول. واش مجلس المستشارين غتردوه مقر الجمعيه؟ يجي شي واحد يقول لي انا القاعد المحاضرات، هاد المواضيع ما كتكونش في قلب مجلس المستشارين، كتكون خارج مجلس المستشارين. محضرين رئيس مجلس حقوق الانسان، زعما حنا عندنا حقوق الانسان ياك، عندنا حقوق الحيوان، محضرين ممثل على الامم المتحده تكذبوا عليه. والشارع اش كيقول؟ الشارع كيقول ان الحكومه اللي نتوما طرف فيها، وانت السيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس البرلمان مستشارين احزابكم، وانتوما طرف في هاد الازمه اللي كاينه وفي هاد العنف اللي ممارس علينا. فهذه الرساله، رسالتنا ان كفوا عن الاستحمار واستغفال المغاربه، كفوا كفى. الى غلبتونا عفوا علينا، زدتو كتديرو اجتماعات ديال العمل الجمعوي في قلب القاعات المحاضرات. سئمنا من هذا الوضع البائس، وسئمنا من هاد البرلمانيين اللي ساكتين اللي الشعار ديالهم كيطبلو حرار كطبل الحرار،
اصلا كيطبلوا لها الاصاله ديالها، الاستقلال كيطبلوا، حنا شكون اللي يطبل لها؟ المغاربه، الشعب يطبل عليكم ان شاء الله في 2026، الصناديق تسخو وتلاحوا للزبل كما تلاحوا حزب العداله والتنميه. دابا غيديروا اجتماعات وديروا القرارات اللي بغيتو، واجتمعوا وجمعوا الجمعيات التابعه لكم اللي كتصفق لكم، والجمعيات المحزبه والتنظيمات. ايوا انتم مغاربه، حنا قريش، حنا واقيلا كنتابعوا لذاك عهد قريش، نحن المغاربه تابعين لقريش، واقيلا ما تابعين لكمش. انا مجرد غنعطي سؤال ورساله، حشموا شويه الساده البرلمانيين، وكما قال واحد البرلماني ديال الحركة الشعبية، قال لك راه تصفيق اللي كيهضر شي برلمان شي وزير وكيصفقوا له العصابة اللي تابعه له البرلمانيين، هذه إساءة للبرلمان، بعدا إساءة لكم وإفراغكم من المحتوى، إفراغكم من المحتوى السادة البرلمانيين. تما برلمانيين أقسم بالله ما يعرف يتحاور معك، تما معاكم أميين أتحدى شي واحد فيكم برلمانيين يبقى يدير المباشر ويهضر مع الناس. دابا كاين مشكل، رئيس الحكومة وبعض الوزراء كيديروا دابا واحد الصفحات فيسبوكية، وكيدخلوا الشرفاء ديال هاد البلاد وكيكومونتيو ولاو يحشموا يرميو شي حاجة. هذا هو الدليل. وكما قال السي واحد الصحفي القدير السي المهداوي، الفيسبوك راه طيح رؤساء ديال الدول، والفيسبوك ان شاء الله ولا يطيح هذه الحكومه. فرسالتي، ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم الساده رئيس مجلس النواب والساده رئيس مجلس المستشارين المحترمون. دائما اتكلم وانتقد الشخص ماشي كشخص، كرئيس برلمان، ودائما انتقد باحترام وادب. باش تعرفونا حنايا الفيسبوكيون ولا كي كتقولوا ولا اللي دايرين لكم الصداع والصهد والمشاكل، اننا مخلقين كنعرفوا واش كنقولوا، كنوزنوا الكلام ديالنا. فاليوم شفت داك الصفحه واحد البرلماني انهم كيحتفلوا باليوم ديال العالمي ديال العنف ضد المرأة، فقررت انني نصيفط واحد الرسالة والقول فيها، اين العنف اللي كتمارسو حكومتكم السيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين؟ اين نحن من العنف اللي كيتمارس علينا على المغاربة؟ ملي ما تطبقش وعودك هذا كيتعتبر اكثر من العنف. نتخليو النساء ديالنا يمشيو يخدموا في اسبانيا ويمشيو يتعرضوا لجميع الاشكال والانواع ديال التحرش، وكاين اللي كتعرض للاغتصاب وتشوهوا بالبلد ديالنا. انتوما مجموعه اللي على موضوع العنف ضد المراه، زعما هاد المراه عطيتيها حقها، هاد المراه عطيتيها حقها ورسمتيها كمعلمه ولا استاذه وزولتي لها التعاقد واحترمتيها وداويتيها وقريتيها، بقى غير دير محاضرة وتاكل كعيبة وحليوة وتخرج. ميرد عليكم مجموعة من ماش غيمكن لي نوصفكم، حسبونا الله ونعم الوكيل. غلبتو هاد الشعب المغربي وما بغيتيوش تعفو عليه، كل مرة كيطلل علينا واحد بديسك. اما السيد رئيس المجلس المستشارين، راك ماشي في النقابه دابا، راك تسير مجلس المستشارين، كذلك السيد رئيس مجلس النواب، شوفوا لنا الحلول. راكم نتوما التالي ولا الثالث والثالث والرابع في الكلاسمون، كاين الملك الله ينصره، وكاين رئيس الحكومه، وكاين المستشارين ولا البرلمان، وكاين المستشارين. راك تعتبروا من الربعه الاولى اللي في الكلاسمون. اشوفوا لنا الحل، خليونا بالشفاوي وداك التخربيق ديال داكشي ديال العمل الجمعوي ديال التبخريج وديال القيج. شوفوا لنا الحل لهاد العيالات اللي غيمشيو دابا لصباليا، كاين اللي فيهم يتحرشوا بها
وكاين اللي كيهربوا بيها ما كترجعش عند راجلها، وكاين اللي ما كترجعش عند ولادها. وانت كتهضر معانا دابا بالعنف ضد المرأة. العنف هو الممارس علينا من طرف حكومتكم، حكومة ديالكم نتوما بكل المكونات ديالها. عندما أقول كلمة حق أقولها للجميع بكل المكونات. أليس فيكم رجل أو امرأة تنوض تهز وتقول لهم كفى بهاد المسرحيات الجمعي؟ واحد القضية اللي أستغرب لها، وكنتمنى أن هاد القضية ما تحسبش عليا أنني كنهضر مع واحد السيدة هنايا في مدينة فاس. أنا ما عنديش حتى علاقة بها، أنا كنتقد الكبار، ما عنديش علاقة. قال لك المجلس المستشارين زينا باللون البرتقالي، حنا بغيناكم ديروا لنا اللون الأسود، أنكم سودتوا العيشة ديالنا بقراراتكم البائسة، والقرار اللي ما غادي يمكنلوش يتهضم لنا واللي غيشكل لنا عنف مستمر ضد المرأة هو قرار حصر التوظيف 30 سنة. ولا أحد منكم لا تهضر، ولا مرأة ولا برلمانية ولا برلماني، الوزراء ولا أنبياء ولا رسول. علاش نتوما البرلمانية ما تهضروش تقولوا للوزراء ديالكم ستوب؟ ولو متفقين علينا، أنتم تتحدون الشعب المغربي كامل، تحديتي واحد الشعب المغربي، واحد الشريحة اللي مثقفة، شريحة اللي هي الصمام للأمان، وتتكلمون تتشدقون بالكلام الخاوي، العنف ضد المرأة. العنف هو اللي مارسين علينا البرلمانيين ديالكم، العنف هو اللي مارسين الوزراء ديالكم. كنحاولوا دائما أننا نكون حضاريين في حوارنا، ولكن ما يمكنكمش منعنا أننا نتقلقوا، مهم حابسين الفرار باش ما نخرجوش شي هضرة اللي تسيء، اللي متبعين لنا ناس في المستوى اللي معانا كله يبارطاجي. السؤال المطروح على هاد الاخوان اللي معانا، قال لك داروا سيدي لقاء في مجلس المستشارين في قاعة المحاضرات، يتكلمون عن العنف ضد المرأة، العنف اللفظي والعنف ديال الجيب خاوي، والعنف ديال المرأة اللي غتمشي لصبانيا تخدم في فريز، والعنف ديال اللي سببتوه الامهات اللي حقرتوا لهم بنيتاتهم، والعنف ديال البريتات اللي كيخرجوا دابا يديروا الوقفات ويتكلمون بواحد الجرأة وما بقاوش كيخافوا. انا قلتها وما زلت اقولها، حكومه هاد الحكومه هادي غتقتل واحد، غتقتل واقولها واتحمل مسؤوليتي الوطنيه في عدد اكبر عدد من المغاربه. هي هاد الحكومه سوف تقتل الوطنيه، وراه بدات تقتلها في الدراري الصغار ديال صحاب 2000، وراكم شفتوا الشعارات وشفتوا، ولكن ما تحركتوش عندما ألقي بالراية ديالنا الرمز ديالنا من فوق المدرسة، لم تتحركوا مجموعين اللي دايرين اللي العنف ضد المرأة. تما عندكم عيالات خصهم يمشيو يرتاحوا، أنهم خلدوا في هذاك البرلمان. شنو هاد؟ شنو هاد قلة الآداب؟ شنو هاد قلة الآداب؟ وشنو هاد الاستحمار؟ وشنو هاد استغفال المغاربة اللي كديروا لنا؟ على الأقل كما قلنا شدوا فمكم، خلي كيتمارس علينا العنف على النساء وعلى الرجال وعلى الأطفال. أين نحن من العنف اللي كيتمارس على الدراري الصغار اللي كينوضو في 6 الصباح في الظلام ويدخلوا الظلام؟ وبالأمس وزير تخرج لعينين، كيخرج عينو قال لك نزولوا الساعة هي مثلا، نسيتو العنف اللي كيتمارس على الدراري الصغار. كينوض خارج المدرسة هو بحال اللي سكران مسكين، والاب ديالو مخرجو، واللي كي العنف اللي كيتمارس على التلامذ اللي بعادي في 6 كيلومتر، كينوضو في 5 الصباح. احشموك كونو تحشمو. والرساله موجهه لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، حاول علينا من اللعابات. حنا كنعرفوك انت السيد رئيس مجلس النواب، داك التبقريج وداك لا ما نجحناش يضربونا بالحجار، داك التبرهيش انت ما كديش عليك. ولكن دابا حنا كنوجهو السؤال دابا السيد اللي عاد جا دخل اللي كان في النقابة، حاول شوية ما تمشيش انت مع مجموعة التقادة، حاول شي شوية تكابتي الأمور، ولا غير اللي طلع فيكم كيبيع الماتش.
دابا مشاو الخطابات اللقبية والشفوي، دابا راكم في الكتابي. شوفوا لنا الحل، شوفوا لنا العلف. العيالات اللي كيمشيو الصبانيه يمشيو كيديوهم الصبانيه، اللي كيديو يمشيو يديروا معاهم المسائل القبيحه. شوفوا لنا الحل، وهاد العيالات اللي كيمشيو شوفوا لهم راح خدموهم. الدور ديالكم انكم تشوفوا الحلول، ماشي تبقاو ديروا اجتماعات في البرلمان ولا في المستشار القاعد المحاضرات وتاكلوا كعيبه وحليوه وديروا التقارير وتجيبوا الممثل ديال الأمم المتحدة من الرباط. الأمم المتحدة عايقة بكم، والاتحاد الأوروبي عايق بكم. عندكم كتطبقوا اللي بغيتو، حق الشغل ما كتعطيهولاش، حق التعليم ما كاينش، حق التطبيب ما كاينش. اللي هدر كتصادموه مع وزارة الداخلية المحترمة. اللي معدف في هاد البلاد هو المواطن وكل مكونات وزارة الداخلية، من البوليس من الجندارم كلهم معدبين معاكم. دابا حاليا كيخدموا بنهار الحد. فين هو التعنيف اللي كيتمارس على رجال الأمن اللي ما كيشوفوش مساكن رجالهم؟ بفضل القرارات العشوائية ديالكم، بفضل العشوائية ديالكم. المرة اللي كانت واخدة رجل الشرطة، وتحية واحترام وتقدير لكل النساء رجال الأمن ورجال بصفة عامة على الصبر ديالهم وعلى الصمود. المرأة ما كتشوفش راجلها نهار الحد اللي غيجلس معاها، خصو يخرج باش يتواجه مع المواطنين ضد اللي باش يلفت القرارات ديالكم العشوائية ديالكم. هادي ماشي عنف. وأنا اليوم مريض بالنزلة وقررت نهضر ونقول لكم حشموا، الله يجزيكم بخير. حشم رئيس مجلس النواب، حشم رئيس مجلس المستشارين. طب انا ماشي النقابه، ماشي الغوات واللي ضال وركب على الظهور ديال كذا. طب راك في المجلس، خدم شويه دماغك ورسي راسك، رسي راسك الله يجزيك بخير. متبقاش تتبع الجمعيات الموازيه والجمعيات التابعه لكم واللي ماشي ليكم. يوم اللي غتحضروا حضروا حتى الجمعيات ديال العداله وديال الاتحاد الاشتراكي، الحركه الشعبيه، حزب الكود. ما عساي ان اقول كتلعيو باش نبغيو نهضروا معاكم باسلوب اكثر من حضاري، وكنشوفوا غير اللي ما كيعجبناش التمقريج والسياسه العوجاء والعرجاء في هاد البلاد. ومجلس المستشارين بغى يبدل الاختصاص يولي عمل ديالو عمل جمعوي، واجتمع رئيس المجلس المستشارين مع وتجمعوا وداروا اجتماع وجابوا واحد من الامم ديال الرباط يكذبوا عليه. الامم المتحده والاتحاد الاوروبي عندهم ناس ديالهم كيشوفوا العنف الممارس علينا يوميا وممارس على الشعب المغربي. شكرا اخواني واخواتي، اعتذر الى كان الصوت ديالي مبدل لانني مروح، ولكن ما صمت، ما طلعت على الفيسبوك. الناس دايرين اجتماع، مجلس المستشارين، مجلس النواب، رئيس مجلس حقوق الانسان اش كدير حتى هو معاهم ما عرفت، وزيرة التضامن، المجتمع المدني التابع لهم، اللي المنظمات التابعه لهاد المجموعه كلها، ودايرين اللون البرتقالي. فقلت ديروا اللون الاسود، داك الطريق اللي درتو فيها البرتقالي الامل. حنا ما بقى عندنا امل مع هاد الحكومة ديالكم ومع التنظيمات ديالكم، ولأنكم سكتوا جاتكم القوى. اللي كان كيهضر كله كيخرج عينه كله سكت، وحنا غنهضرو، حنا غنفرشوكم. دائما أقولها وبكل أمانة، عندما أتكلم على رئيس مجلس المستشارين لا أعني الشخص، يعني الصفة اللي عندك كنهضر معاك كنواجهك. عندما أتكلم على رئيس مجلس النواب لا أعني الشخص كأعني الصفة ديال الرئيس، فأقول لكم لقد زغتم عن الاختصاص ديالكم. ثم راكم واحد الناس اللي خصكم تسلوا القوانين، اللي خصكم ديروا شي حوايج اللي كبار، ماشي ولا الدور ديالكم تجتمعوا ولا ترجدوا النواب والمستشارين جمعية وتجيبوا الناس ديالكم التنظيمات. فهذا راه انا اعتبره عبث،
العبث غادي على رجل. فالكلام الاخير، شكرا على العنف الممارس على النساء من طرف احزابكم ووزاراتكم وحكومتكم، العنف الممارس بجميع الاشكال. وهذا كنظن هاد الاعياد ديال المراه وهاد العنف كنظن غير زولوهم، لانهم في ارض الواقع ما كاين حتى حاجه، كاين غير الشفاوي. نصبروا راه تما يهز علينا الله هاد الباباء والبلاء والوباء اللي هو هاد الناس اللي ما ملتزميش بالوعود ديالهم. والشعب المغربي شعب متحضر، شعب واعي، لن يسكت لان الوطنيه فيه، وحنا لن نسكت. ودائما الامل ديالنا، الامل ديالنا في هاد البلاد، السي خالد الصناجي مرحبا، الامل ديالنا هو سيدنا الله يسره، والحب ديالنا الملك ديالنا محمد السادس. والرساله باش يسمعها الاخوان الى السيد رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين، لقد زغتم عن اختصاصكم، ومجلس النواب والمستشارين هو لسان القوانين ليس للاجتماع في مواضيع العنف ضد المراه ولا شي مواضيع اخرى، رغم تواجد قاعه المحاضرات وبحضور المنظمات الموازيه بحال اللي ولينا حنا دابا في البنطاغون والجمعيات اللي كتصفق لكم. دابا اللي طلع كيدير العصابه ديالو، متفقين؟ حنا لنا الله سبحانه وتعالى ولنا الملك ديال البلاد اللي راه كيشوف حتى هو ويلاحظ وكيشوف حتى هو شنو ماذا يقع له، العنف الذي يتعرض له الشعب المغربي والنساء في المغرب من طرف هذه الحكومه. هذا هو الشعار والكلمه باش غنختم، بمعنى الموضوع كان عندكم اليوم في القاعه المحاضرات ديال العنف ضد المراه. الشعب المغربي ولا الملك الله ينصره يراقب ويتابع العنف الذي تمارسه حكومتكم بكل وزرائها ومكوناتها واحزابها. اللي ما سمعش شي حاجه يسمعها. ودائما انتقادنا بكل ادب واحترام وتقدير في كل المواضيع. الحمد لله لنا تجربه متواضعه، واللي بغى شي حاجه نجاوبوه مرحبا. ونتمنى ان يكونوا ناس يهضروا، اللي ناقصكم هي الهضره، ولكن الهضره كنظن الا بغيتي تهضر خص يكون عندك واحد ماشي مستوى، يكون عندك تجربه وتعرف ما لك وما عليك. ودائما ليس لي مشكل لا مع حزب ولا مع نقابه ولا مع حتى شي واحد، اتكلم بحرقه عن المصلحه العامه تحت شعار الله الوطن الملك. وكنشكر بزاف الفيسبوك لانه هو المتنفس ديالنا، هو اللي كيخلينا نواجهكم وهكا نهضروا معاكم. وكنشكر اليوتيوب، واللي ما شافش هاد اللايف يتبعوه عبر القناة ديالنا دو بيست تي في، الحمد لله ولا عندها متابعين ولا عندها واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيشوفوها. نعدكم دائما بالجديد، كل ما هو مصلحة عامة، المشاكل التي تهم المغاربة خارج وداخل أرض الوطن. ودائما الشعار ديال الله الوطن الملك، وكنظن ما كيجيش شي واحد يتزيد علينا، ما كاينش شي واحد اللي غيحب الوطن والملك ديالو اكثر منا حنايا. حنا لا نتقاضى اي درهم، الدوله المغربيه ولا الوطن عطينا لاكارت ناسيونال وكلبوسه من هنا وهنا وخلصنا عليه 75 درهم، ونحب الوطن بلا رشوه. اما هذاك اللي كيتيريها في سالي الشهر وما عندو غرض، هذاك الشيء شغل حنا غنبغاو كنبغيوها، وهذا الشيء اللي كنديروه لبل لهاد الناشئه اللي طالعين، كندخلوا فيهم حب الوطن وكنقولوا لهم انتقدوا لما فيه الصالح، ان غدا ديالكم ما حنا ما عندناش مشكل، حنا مشاكلنا كنفريوها بالسيف بالخطر بالقانون باش ما بغيتو كنفريوها. عندما نتكلم نتكلم على الاخر، انا عمري ما هدرت على شي حاجه ديالي خاصه، الحمد لله اي واحد وقفت حداه كنمشي عنده قانوني، ما عنديش المشكل. نتكلم على هذا الجيل اللي طالع اللي كنتمنوا له ان شاء الله مستقبل زاهر، ونتمنى ان هذه الحكومه
ترجع للصواب ديالها وتلخص شويه بالشفوي وتزول علينا هذا القرار ديال 30 سنه وما يبقاوش يديروا لنا هذا اليوم العالمي للمراه وللعنف، لان المراه خصها تتكرم العام كامل، المراه خصها تحترم العام كامل، المراه خصها تعطيو حقوقها العام كامل، ماشي تجيو للبرلمان وديروا واحد الله هير وجمعوا الجمعيات الموازيه الاحزاب والبقارجيه وبقاو صفقوا وكذا، هادشي راه طلع عليه الحال. والرساله الاخيره للسيد رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين، حسوا بالعرف اللي تمارس على الامهات وعلى البريتات اللي معدي 30 سنه المجازين والمعطلين اللي مارستيو عليهم هاد القرارات ديالكم الهوجاء والعرجاء والجوفاء. هذا ماشي عرف، خصكم ديروا جليسه وتهضروا على هذاك ديال الامم المتحده عاود تكذبوا عليه، يمكن واقيلا فيها شي تبقريج واقيلا ولا شي فيها شي زرقالة في الاول. المهم عند مولاي الكريم نتحققوا معاكم كاملين، شكرا لكم، وكنعتذر الى جات كلام ديالي شويه مغير لانني مروح، ولكن ابيت وما قديتش ما نديرش هذا اللايف، قديتش على انني نسكت وما عمري غادي نسكت، واللي كيعطينا شي حاجه يعطيها لراسو، ودائما الشعار ديالنا الله الوطن الملك.